وكمان السين حسين احد الاثني عشر الذين كانوا يكونون مجلسا يسمى قيادة الثورة. واذا غضب الله على بلد ابتلاه بالعسكريين فحكموه، قال كمال الدين حيث لا كمال ولا دين، ان الكثاثيب نظام رجعي، نظام متأخر. ثم ماذا بعدما جفت منابع القرآن؟ قالوا نريد القضاء على الازهر، فجاءوا بالازهر. ودعوة المظلوم ترفع الى عنان السماء، تفتح لها ابواب السماء ويستقبلها الرب تبارك وتعالى ويقول لصاحبها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. دعوة المظلوم، الظلم مرتعه وخيم. دعوة المظلوم، دعوة الذين لامت رفاتهم في جبل المقطم لا يدري من هم الا خالقه. كان الواحد يموت تحت الصياط الحامية في بستين مصر الرهيب في السجن الحربي، ويلف في بطالية سوداء ويقول له قائد السجن الحربي، يقول لزبانية: خذوا هذا الجثمان وادفنوه ولا تنسوا ان تأتوا بالبطانية لانها عهدة. الادمي ليس بعهدة ولا قيمة له، والبطانية السوداء عهدة. لا لا يا فرعون مصر، لا يا سفاح، لا يا قاتل، ان كانت البطانية عهدة عندك فان الادمية عهدة عند الله الواحد القهار. لقد احصاهم وعدهم عدا، لقد احصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وغدا سيحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. ودعوة المظلوم، دعوة المظلوم في دولة السموم، السم، السم. نستورد السم من ألمانيا لنقتل به الأبرياء. دعوة المظلوم، طبيب ينصح المريض بانه مصاب بانفصام الشخصية وبعظمات الجنون، فيستدعى على جناح السرعة ويذاب له السم في عصير الليمون، ويجبر على ان يشرب من عصير الليمون، ويقول له قاتله: لا احب ان ارى وجهك بعد اليوم. ويعود الطبيب مريضا، يعود الطبيب مريضا والسم الزحاف يسري في احشائه، يسري في الاحشاء سريان النار في الحلفان. دولة السم، الخيانات، الخداع. لا تظلمن اذا ما كنت مقتدر، فالظلم ترجع عقباه الى الندم. تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. اسألوا التاريخ عن جبابرة مصر، اسألوا التاريخ عن جبابرة مصر الذين قتلوا مرة في
السجون وقتلوا مرة بالسموم، وملأوا الدنيا ظلما وظلمات من ارضها الى سمائها. وكان في موتة في السجن الحرب اسمها الموتة الصامتة، يموت بس ما يضربش، يموت ازاي؟ يجيب الوصية اللي متوصى عليها من السراية من صلاة عبد الناصر، يوكلوها مش وجبنا حد، فالحرب شديد، ياكل ما هو مش على كده، ويشرب مية، ادوله مية زي ما هو عايز، ومية تلجة، يعبد مية، لأنه واكل ملوحة، وبعد كده يقوم يجيب إيديه يربطهم ورا ظهره ربطة معلمين، وكانوا جايبين عيال عساكر في السجن الحرب مدربين في ألمانيا وفي روسيا، عيال يعني كفاية رؤيتهم وصوتهم، لا يعرفوا ربنا، ولا النبي، ولا حد أبدا. يعني كل النبي اسمه يقول يا حد مطلق، ما يعرفش حد ابدا، ما يعرفش حد ابدا. يجيب يربط ايديه ورا ظهره ويجي على عضو التذكير اللي هو عضو اللي بنتبول منه، ويحط على فتحة البول قطعة من البلاستر. يجي اخينا عايز يتبول لانه شرب مية، المسارة اشتغلت، الكلى اشتغل، يلاقي فتحة البول مسدود فيحبس فيه البول فيتسمم دمه فيموت. ولذلك الحال اللي احنا فيها دي ما تقولوش ان ربنا لا يظلم احد. طب والشعب ذنبه ايه؟ لانه كان بيهلل وكان بيهتف وكان بيقول دبح دبح يا جمال، لا رجعية ولا اسلام، دبح دبح يا جمال. واكلين سندوتشات بقى وما تقول لكل واحد ربع جنيه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. ابن تيمية بيقول ايه بعد ما تصلي على الحبيب؟ ان الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. قالوا لي جبت الكلام ده منين يا ابن تيمية يا راجل يا عالم يا محترم يا اللي ملأت طباق الارض علما وحكمة؟ قال لهم قال تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. ما دام اهلها مصلحين يبقى ما فيش اهلاك، انما الهلاك يجي على ايه؟ على الظلم. وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون. وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد. وحد العزيز الحميد